مع انه صحن هنا خل حنا ناكله شو خل حنا ناكله الصحن يلا كيف جرب ذي قول بسم الله سم بسم الله ما شاء الله الله كيف السلك خلّه ايش في هذه؟ الله طبعا ما ادري على كلام الناس يقولون ايش الكيوي ما يصلح للكاسكولي وهذا لا لا امزح انت خلّه من العنب خلك على عنب وتفاح تعال خلني اشوف منك انت تاكل خلك هنا كله انا خلني اكل ذي بسم الله قولوا ما شاء الله قولوا ما قول ما شاء الله قول ما شاء الله لذيذة والله امسك شوفها امسك يا ولد شوفها يلا كل لا لا وش شوفك باقي تستطعم ال شو اسمه العنب في فمك وتبغى تاكلني لا 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 يا كوكو تاكلني انت ومش لا والله لا والله ما راح اوافق شوف واحد غيري يا كوكو اقول لك احد من المتابعين واحد مستغني عن حياته وتاكله يا الربع احد مستغني عن حياته يضحي بنفسه علشان كوكو ياكلك بس يبغى ياكلك اللي موافق يرسل لي اليد هذيك اللي كذا لا لا خلاص شويه اي احد مستغني عن حياته بيرسل لي واخليك تاكله اوكي جالس تستطعم كذا يعني مقدما يعني ها جالس يستطعم يا اخوان استطعم وخلص بعد الله يا كوكو يجيك واحد كذا ها وتاكل خدوده وتعبض يدينه ها والاصبع لعبتك لا تاكل لا تاكلني انا جالس بس اعطيك افكار يلا الصلاه قم صل اذن يا عبيد الربع طلع قليل دين يا الربع الصلاة يا ولد ها كيف جابه قم صل
يلا الصلاة. يا ورع قم صل، قم ولد. والله قلة الدين، قلة الدين يا الوسخ. والله قد عرفت من ذا الوجه. يلا انا بقوم اصلي. والله ما ادري ايش اقول لك، قليل ادب وقليل دين في نفس الوقت. متابعين يا قلبي، يا انتو صباح العسل، صباح القمر، صباح الايجابيه، صباح الروح الحلوه، صباح القلب الابيض. جايبك تسليني وتجلس معي ولا تراني تعبان؟ تعبان اني فايق لك والله. ارجع لستاندك يا كوكو. يا ولد اي حرام، شفت النظرة دي؟ شفتها؟ اكلمك انا. اي شفت النظرة دي؟ والله نظراتي ما عدي تنفع معك يا ولد. اترك المفتاح. انت ما يبغالك الا كذا. اقول لك تعبان، تعبان جالس تلعب في المفتاح. ايش بك يا كوكو؟ والله اني احبك. ليش رحت على المشفى مرضان؟ لا 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 ابد، ماني مرضان ولا شيء، بس حنا زهقنا من اسرتنا في البيت، فصاحبي مدير المستشفى هذا قال تعال في اسرة جديدة جبناها. قلت يلا باجيكم، وجيتهم اليوم ونمت عندهم نص ساعة وبعدين مشيت. ما شاء الله تبارك الله يا الاسرة. إذا تحتاجين اسم المستشفى أنا عادي أرسله لك إن شاء الله، وروح يجرب السرير حقهم. هلا والله، السلام عليكم. الله يسعد مساكم. أولا الله يبيض وجهكم ويسعدكم، وتروق ريت رسائلكم كلها، بيض الله وجهكم، الله يعطيكم العافية. اللي كتب لي، اللي ما كتب لي كذا بس في خاطره قال الله يشفيه وينزل العافية، بيض الله وجهكم. ممكن أسلم على خشمك؟ ولد قرب. الله يسعدكم جميعا. أنا مختفي من السناب لي 3 أيام، وهذا هو السبب. يعني هي بدت معي من 3 أيام، قلت الأمور طيبة، وهذا أكبر غلط إني كذا حسيت بالتعب ولا رحت المستشفى. أنا حركاتي ما أنتصح، فيوم جاء اليوم ما عاد قدرت، صحيت من النوم ما عاد قدرت، فاتجهت على المستشفى. اللهم لك الحمد، الأمور طيبة والله لك الحمد. وطالع الحين أبغى تفشت 3 أيام يا إخوان، وأنا كابت على نفسي. إي والله، فودي اليوم إني أطلع وغير جو. الله يسعدكم. وش هالحالة هذه اللي أنا عايشينها يا رب؟ وش هالحالة هذه؟ وش هالحالة؟ لا ننام عدل، لا نقعد عدل، لا ناكل. هلا والله. بس 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 بس. معلش صوتي تعبان. خلينا نشوف بتهرب ولا لا.
صباح الخير، الله يسعد صباحك. ايش رايكم افككم كذا ها وبطلع من الغرفه وتلحقوني على رجولكم؟ حلو الحركه، عرض السفر الكبير القادم على السفر القادم 39. هل انت مستعد؟ لا والله ما احنا مستعدين. اعلان يا اخوان، اعلان جاي على رحلات، يقول اطلع وسافر. لا والله ما أنا مستعد، والله ودي، والله أنا ودي، والله أنا ودي إني معكم وإني على الطيارة وأسألك. ظروف ظروف. هلا طب هلا هلا يا سلام. تعالوا يلا تعالوا. راح على غرفة النوم قريب الطريق. تعال من هنا، فينك رايح؟ شوفني هنا، تعال. أقول تعال تعال يلا تعال. هلا حبيبي، هلا يلا تعال هنا، يلا مشمش تعال تعال مشمش. شنو ماشي؟ حاضر. تعال يا الشايب، تعال تعال باقي انت. يود انت لعاب يا ولد، لعاب ما تسمع الكلام. تعال تعال بسرعة، تعال في صوت، تعال تعال. تاكلني هنا ولد؟ يا ولد اشوفك اليومين ذي ها مدقق على موضوع الاكل. يا اخواني اذا ما عاد شفتوني في السناب تاكدوا ان هذا الشايب اكلني. من قارك انت على الخاطر. يلا باي، انا بروح. يلا باي، باخذهم مو بمشي ترى. شوف شوف شوف، ها بروح. خليك يا ولد، هذا متعبني يا ولد، متعبني. Ha ha ha.
وش ذي يا سيد؟ هذه منقيات يا اخوان. اي والله عندي حساسيه وعندي مشعل عندك كمان يتحسس مثلي. اي والله كلنا عنده. اخذت منقيات هواء نفتحها ونشوفها. هذا هو المنقي، منقي الهواء. طبعا يوصل الى 93 متر، تخيلوا 93 متر يسحب الحبوب اللقاح والغبار ها اللي عندهم حساسيه، عندهم ربو. منقيات الهواء تروها مهمه لكم في بيتكم والله. بلصقها بس شوف شو من دو شو تبغيش شوف لا عاد اسمعك تقول اكلك. انتبه ترى ابغى اخليك بالقفص ما حد بطلعك ترى. سكر شو يبغى ياكلني؟ تصرف معه يبغى ياكلني. تخيل يبغى ياكلني. تعجبني. انفخ ريشك. تخيل يقول يبغى ياكلني، ياكل حبيبك. تخيل هذا. تصرف معه. أقول تصرف معه. ما أنت فاضي؟ طيب أوكي تعال. أحمد ربك ترى ما فاضي ها؟ ما فاضي. طيب أتوقع إنك تفك من هنا. شايف؟ هذا لازم أفكه. شيء طبيعي أصلا لازم تفكه، تخليه بكيسه كيف بيشتغل؟ جالس أعاتب نفسي يا أخوان. طيب الكلام
هذا حبوب لقاح ولا ايش؟ طيب كيف الطريقة يا اخوان؟ ها؟ يركب كذا ولا؟ لا اكيد كذا. بسم الله بسم الله بسم الله صح يقول سم بسم الله. اتوقع تركي. لا كذا ما يصير والله ما يصير. ايش السالفة؟ هذه انا لازم اوزنها ولا كيف؟ لا وش الاستهبال ذا؟ الله يستهبال كذا سلامات. طب المنطقة دي فاضي أكيد في شي غلط صح؟ في شي غلط توقع هذه مفكوك. شوف ما يثبت. دقائق بس يا أخوان. حسب اللي فهمت أنه يركب كذا. أيوة ذيك جوا وهذا برا. ليش؟ أكبر دليل شوفوا كيف ان السحب انه كذا. يا ولد يا ولد ايش هذا الذكاء؟ اقسم بالله اني ذكي ما شاء الله تبارك الله. انا ما ادري طالع على مين انا. لا تقولون اني جايب الكلام ذا من كيسي وان ماني ذكي. انا اوريكم. والله قسما بالله اني ما فتحتها. انا حلفت توني الحين عشان اجيب الريموت. لقيت الكتالوج وقلت خلني افتح. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الذكاء اللي انا فيه؟ شايفين؟ ما شاء الله بالله يقولوا ما شاء الله يا اخوان. ترى ذكاء ذكاء. يلا يلا نجربها بسم الله. فاللي يعرف إذا جاء اللون الأصفر هذا أنه يحتاج تنقية الهواء. لا جاء أخضر خلاص. والله حلو. هذا إيش؟ ما في زر ثاني؟ ما في خلاص؟ هنا ما في؟ رايكم؟ أكيد ما تدرون وأنا ما أدري. يلا جربها فترة شوف كيف.